المدينة كمدينة تفتقر إلى أبسط الأشياء وأبسط المرافق الحضرية والمرافق الجوارية التي تعني بالشباب، وبالتالي فيه نقص كبير في هذا الجانب. سرتو حنا وقت يبان لنا في لا سيزون استيفال، في المرحله تاع الخروج تاع الاولاد للعطله. باش نقولوا منطقه سياحيه لازم توفر فيها بعض الامور، توفر فيها الفنادق، لي بوسيبيليتي باش يستقبلوا الناس، واش يعني فنادق ومطاعم وكذا واللي بوسعده فيها. حنا لي زوتيل الكبار هادو يجيهم غير الناس الكبار، اما حنا عندنا غير هذه الساحه هذه من الحات فرير مولا فرير حتى المقطع السياح هذا ما عندنا في هذا الواد، يجيهم كل البلاد هنا. ما عندناش متنفس غير هذا المتنفس هذا، رغم انه كان يوم من الايام كان هذا الواد هذا كان يستقطب بالسياح وكان مناظر الله يبارك، ولكن للاسف الشديد يعني ما آلت اليه هذا الشيء هذا من 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 صرف صحي يصب فيه وكذا، ولكن الحمد لله مع جهود البلديه وكذا راهم خدموه، ولكن يبقى المال لحد الساعه هو ناقص، والمنظر العام تاع الواد تغير على كل حال. اون اريف با سينو كوم تعيش المخيمات الصيفيه تاع البحر، اون اريف با اتروفي قال فراءات للتسليه والترفيه سبيسيالمون مهيئه خاصه لهذا الامر. حنا عندنا واش عندنا ان سول المسبح هذاك سمي اولمبيك اللي عليه كرون شارج الجمعيات والمواطنين والشباب، ما يكفيش تو الموند. جبنا الدراري هنا يشوفوا شويه يتفسحوا شويه، ما سما في بوسعده يخصوا شويه مرافق باش الدراري كما يقول لك يرفعوا على رواحهم، و احنا نجيبوهم هكذا بعد العصر والله يجوا هنا يخرجوا شويه كما يقول لك يشوفوا شويه الطبيعه، وهناك تشوف الله يبارك مناظر من اروع ما يكون. انا جايين مع وليداتنا هنا نحفظ ذيك رواحنا، سما بوسعده ما فيهاش حوايج بزاف ترفيهيه اللي نقدروا نروحوا ليها ولا حاجه، زيد الواد شويه ناقص، هو بلاد سياحيه على العموم. هنا كيما هذه البلاصه تشوف فيها تاع جنان الرومي من بكري مشهوره. نجي الواد هكذا تروي على النفس، على اساس تروي على النفس، وكما حنا نقول الواد هكذا تنحذق تروح، قال تخدم هكذا ولا ذيك قال العشيه ذيك تخرج من الخدمه قال تنحذق تروح هكذا شويه تنع على روحك من الخدمه قالت تنع على روحك شويه كيما هكذا رانا نعقب الوقت، قال ساعه خدمه خدمه وقال ساعه ترويع النفس ثاني شويه هاك شويه هاك. تخص مرافق كبيره بزاف هنايا، هذه منطقه سياحيه راهي من 1800 التاريخ فيها كبير وقليل اللي يعرف لهنا، يعني يكون السياح راهم يجوا لهنا دي جي ميغري لي زاميريكا لي زانغلي لي زالمون الناس كامل يجيو على جال متحف نصر الدين ديني ويجيو على جال المنطقة هذه الشلالات هنا مطحنة فرير، وعندنا هنايا القيران عندنا القلت بزاف كاين مناطق سياحية كثيرة، ولكن الدولة ما يعني بصفة عامة الدولة مهمشة ما كان والو. اللي مفروض نخمو فيهم ماهيش هذه الفئة تاع المتقاعدين، لازم نخمو في وليداتنا عنصر الشباب والوليدات اللي جايين الأجيال اللي جاية. مدينة بوسعادة المفروض تكون فيها كل حي يكون فيه مساحة خضراء وين الناس تخرج وتروح على أنفسها، وتكون تكون تكون فيه ملاعب دي ماتيكو وكذا وليه ملاعب رياضية وين الشباب تاع الحي يمارسوا الرياضة في الحي تاعه. السياحة كيجي واحد سايح الغلاء والفنادق تعود فيها بزاف المصاريف ما يجوش قاع درك ما كانش، لا جاي يجي باساجي يروح لبلايص واحده اخرى بوسعاده ثاني خلاص ما بقاش فيها سياحه. السياحه اصلا في الجزائر ماهيش دوله نتاع السياحه، على اساس جماعه اللي دخلوا لتونس، احنا بالالاف يدخلوا لتونس، هو احنا هنايا خارب الحال معنا كلمه سياح. المشكل يبقى في حكايه الايواء، يبقى في الايواء دائما نلقاو مشكل، انت كي تسقام لك مثلا تخرج تو عائلتك تسقام لك ب 400 ب 500 ب 600 الباطيمون كذا شويه صعيب شويه مشكله برك، اما من الناحيه الاخرى الماكله تاكل هنا والله اللي هي كيف كيف ما كاين حتى اشكال. باش يبات واحد في اوتيل راه مليون مليون ونص فهم كاين جنان وتاع وين السياح يعيش والناس دي شومور اللي راه يجي قال اللي راه عنده شركات ولا حاجه باش يجي هنا باه يبات وياكل ويشرب ف
في سواء في بوسعاده ولا في بسكره ولا في اي بلاصه السياحه راحت، ما كاش كما كان يقول لك الشيخ ما كاش سياحه في الجزائر، ما كاش. انما غلاء الاسعار خلى الناس ما تقدرش تدخل لهذه الفنادق وتقعد فيهم، ولات الناس تهرب لتونس باش تعقب خمس ايام في بوسعاده ولا في المرافق الفندقيه تاع المرافق السياحيه في الجزائر، تعقب لك 10 ولا 15 يوم في تونس. معناها السياحه ماهيش سياحه جماهيريه، سياحه تقتصر على فئه معينه من المجتمع، راها مهمشه. عندنا المسؤول كيما نقولوا كاش اي مسؤول هذاك وراه ما كاينش. شوف واحد كيما هذا نورمال العشوه كيجي العويل هكذا ورجل هكذا كيما يجي خارج وليد وين يدير؟ يديرهم هنا نمو راه قال حديقه هنا راه فاتحين كيما حنا نقولوا كراسه وذيك ترفيه، قال لي نح على روحه شويه وصح. انت تلقى هنايا وتلقى راك عارف مش لاصق، قاعدين ما الواقع ما عندك ما تهدر ما عندك ما تقول.